وهلأ بدنا نحكي كيف نقدر نحافظ على وزننا برمضان وإحنا مبسوطين وعم ناكل من الحلويات اللي موجودة قدامنا، الصفر والجمعات اللي إحنا وين ما نروح إن شاء الله المحبة واللمات دائما بضلها موجودة وكلنا عم ناكل مع بعض. إحنا لما نروح عادة برمضان منلاقي كل الفطورات قدامنا، السفرة ممدودة من أولها لآخرها، كل واحد عم بتشهور طبخة معينة لأنه كلنا منحب إيش نقعد نفكر إيش ناكل كل يوم على الفطور. أول تيب أو أول نصيحة بقدر أعطيكم إياها عشان نضمن إنه إحنا بدنا نحافظ على وزننا وما يصير في عنا تخمة ووجع معدة ومشاكل بالجهاز الهضمي، نحاول ننقي نوعين اللي قدامنا بدنا ناكله، حتى لو أكلنا لقمة لقمة من كل الأصناف اللي قدامنا حيصير في عنا مشاكل بالمعدة، مشان هيك ننقي نوعين من اللي إحنا جعبالنا ناكله، صحنا موجود قدامنا بدنا نقسمه لثلاث تلات، تلت كربوهيدرات، تلت من اللحوم أو البروتينات وتلت من الخضار. هذا لا يعني إني أنا عم بقولكم ما تاخذوا شوربة ولا يعني إني أنا أقولكم ما تاخذوا سلطة. كيف الترتيب المثالي للأكل؟ أول ما يقدن وبدنا نبلش نفطر، أول إشي بدنا نعمله بدنا ناكل ثلاث تمرات، نشرب كاسة المي أو كاسة اللبن ونروح نصلي. ليه إحنا بدنا هذا الحكي؟ لأنه جسمنا بده ربع ساعة ليستوعب إنه الأكل بلش يدخل على المعدة ويبلش يعطي الأوامر إنه إحنا لازم نحرق ويبلش يستوعب إنه في أكل. نكون خلصنا صلاة بيكون مرق الربع ساعة، بنرجع بنقعد على السفرة، بنبلش بصحن الشوربة تاعنا، بنخلص الشوربة بنبلش بالسلطة، وبنخلص السلطة ما بيكون فينا حيل أساسا ناكل، مشان هيك حنحط كمية قليلة. أنا مش مع إنه إحنا نشد على حالنا ونضغط على حالنا ناكل أكثر، لأنه حتى لو أكلنا لقمتين على الفطور بعد ساعة ساعتين حنرجع نجوع، بنقدر نرجع نسكب من الأكل اللي كان على الفطور وننقي كميات منه وإحنا مبسوطين. مشان هيك نحاول نختار نوع أو نوعين من الأكل، نحاول نقلل من كميات الحلو اللي إحنا بدنا ناكلها بعد الفطور، نتجه للفواكه أكثر من الحلويات، نتجه للقطايف المشوية أكثر من القطايف المقلية، نشرب مي كفاية، ناكل خضرة خضرة، ونخفف من السحور اللي حنحكي عنه بحلقاتنا المقبلة إن شاء الله عشان نقدر نحافظ على وزننا. كل سنة وإنتوا سالمين ورمضان كريم.